كم عنصر بدي على الشاشة؟ اتفقنا انه هذا العنصر عنصر واحد، بدي 1 2 3 4 5 6 و4 10 و1 11، بدي 11 عنصر على الشاشة. بعدين انا بعمل التفاصيل هذه اللي جوا، بس خليني انسخهم وارتب التقسيمة، بعديها بغير زي ما بدي. فبروح بنسخ هذا العنصر 11 مرة، كنترول في كنترول في كنترول في، هي 4 5 6 7 8 9 10 11، صار عندي 11 عنصر. العناصر هذول عبارة عن 11 عنصر. لاحظ كيف تقسموا العناصر عندك على الشاشة، ترتبوا من اليسار لليمين. ليش؟ لأنه حكينا قبل هيك إنه من خصائص الجريد لي اوت إنها بترتب العناصر تلقائي لو أنت ما حددت كولوم ورو لكل عنصر. لو ما حددتش البوزيشن تبع كل عنصر، الموقع تبع كل عنصر، بيرتبهم تلقائي هوريزنتال بشكل أفقي، ولكن لو حددت بيرتب لك اياهم وين ما بدك. فانا رتبتهم تلقائي بشكل افقي، مش لازم احدد لكل واحد. الان لو بدك تغير بتخلي الاورينتيشن تبعه عمودي، فبرتبهم بشكل عمودي، بعبي العمود بعديها بعبي العمود الثاني، لكن هنا عبى الصف ونزل على الصف الجديد. اكم صف اكم عمود اتفقنا عندي 6 اعمده، 1 2 3 4 5 6، هي 6 اعمده، لما وصل هنا نزل صف جديد. اكم صف عندي 3. طيب ليش الصف الثالث مش معبى؟ لانه لسه انت مش موسع العناصر. نيجي نوسع العناصر. الآن بنضغط على العنصر الأول، العنصر الأول ماخذ مساحة 4 عناصر، يعني الخصائص تبعته في عندي رو سبان بالنسبة للصف، الرو سبان قديش؟ الرو سبان 2، يعني دامج خليتين تحت بعض، شايف؟ حجز الخلية اللي تحتها إله. طيب الرو ويت 1، يعني خد كل المساحة اللي تحتك. طيب نيجي للكول سبان والكول ويت، الكولوم سبان، الكولوم سبان قديش؟ برضه 2. لاحظ هيو اخذ التنين اللي قدامه، ليش؟ لانه بنفس المساحة. طيب الكولوم ويت، الكولوم ويت ايضا هتكون 1، يعني خد كل المربع اللي موجود امامك. لاحظ ايش سوى، حجز كل المساحة اللي على شكل مربع اللي موجودة امامه. الصورة طلعت مغبشة شوية، مش مشكلة، خلينا نجرب بس نعمل بادينج، بلكن نكبر البادينج، نخلي البادينج مثلا 22، مش مشكلة، اعمل البادينج اللي بدك اياه بغض النظر. الصورة بتحط أي صورة واضحة، بتجيب صورة أكبر حجم فبتطلع أوضح. نيجي للي بعدي، هذا زي ما هو وهذا زي ما هو. طبعا إحنا بنمشي على الصف، ليش؟ عشان نضمن إنه نخلص واحد واحد، نخلص صف صف، يعني بدمج هذه عشان لما أدمج هذه مع هذه تنزل هذه لتحت، لأنه مرتب لحاله أفقيا. لو مرتب عموديا بتبدأ هيك، اريح لك تبدا هيك لانه مرتب افقيا عشان ما تقعدش تسحب وتضيف عناصر وتغير الموضع تبعهم. فهذا بروح ايش بعمل له، كول سبان ولا روسبان؟ كول سبان، لانه انا بدي ادمج من ناحيه العمود، بدي ادمج العمود هذا مع العمود هذا. فبعمل كول سبان 2 وبعمل كولوم ويت 1، فهيو دمج الخليتين مع بعض. لاحظ هنا في شغله مهمه، انت قلت له كولوم ويت 1 لكن ما خدش لعند هنا، لا اخد كل المساحه الفاضيه اللي قدامه، وهذا اللي احنا متوقعينه من الكولوم ويت، انه بياخد كل المساحه الفاضيه اللي موجوده امامه بغض النظر. طبعا هنا اخد لعند خليتين ولكن لقى مساحه فاضيه فاخذها، ليش؟ لانه الجريد لي اوت ماخذ الماتش بيرنت، فهذا بالنسبه له كله فراغ فاضي. جميل. الان باجي ايش في كمان عناصر؟ في عندي هذا العنصر، خلصت من هذا، هذا الاثنين حجزه، باجي للعنصر اللي المفترض يكون في المربع هذا. العنصر هذا بدي اروح اعمل له المربع الكامل هذا، فبروح للعنصر هيو اللي موجود هنا، بدي اعمله كولوم سبان 2 ورو سبان 2، فبعمل كول سبان 2 وكولوم ويت 1، وبعمل رو سبان 2 وكولوم ويت 1، رو سبان 2 ورو اسف ورو ويت 1. ايش سوى؟ اخذ كل المساحه الفاضيه اللي قدامه، بنفس ما عمل هنا بياخذ هنا. لاحظ الويت بياخذ كل المساحه الفاضيه اللي قدامه لانه الماتش بيرنت، لانه هذه ماخذه ماتش بيرنت. هلقيتها ورجيك كيف بدي اجيب هدول مع نفس الحفه بحركه حلوه. جميل. الان نروح نشوف ايش في ضايل عندي، هدول الاربع عناصر نفس الاشي. طيب هتقول لي يا عمي الشكل هيك خلص شغل، ولكن انت عندك الشكل مش منسق. ليش مش منسق؟ لانه لما انت حكيت له ويت فاخذ كل المساحه الفاضيه اللي قدامه. طيب انت حابب انه هذا ياخذ الزر هذا، ياخذ يتم ترتيب العناصر زي ما هي مرتبه، يعني هذا مربع هذا مربع زي ما هو موجود هنا. فبتروح بكل بساطه بتعمل رو ويت وكولوم ويت لهذا، ورو ويت وكولوم ويت لهذا،
كل العناصر الصغيرة بتعملهم رو ويت وكولوم ويت. ليش؟ لسبب واحد، انه يغطي كل المساحات الفاضية اللي في الشاشة، ما يخليش عندي بياض. خاصية الويت قلت لك بتاخد كل المساحات الفاضية اللي في الشاشة، فبتوزع العناصر على الشاشة حسب ما انت تختار. اذا رو ويت فبتوزع العناصر هيك، اذا كولوم ويت بتوزع العناصر هيك. لو جيت ضغطت على هذا وعملت له رو ويت، انا ماليش في الاسبان، بديش اعمل رو سبان، انا بدي اعمل رو ويت بس. ليش؟ عشان تتوزع العناصر صح مع بعض. فبعمل رو ويت واحد، ايه سوري، كولوم ويت هنا. ليش؟ لانه انا بدي اياهم على فكره ورو ويت، بدي اعمل له كولوم ويت ورو ويت عشان تتوزع مع بعض. فهذا بضغط عليه بعمل له رو ويت، وهذا بضغط عليه برضه بعمل له رو ويت. لاحظ ماليش دعوه في السبان، وهذا برضه بعمل له رو ويت، وهذا بعمل له رو ويت. لاحظ كيف هلقيتها بتبدا تتقسم العناصر وتترتب لحالها. وهذا رو ويت، وهذا رو ويت، وهذا نفس الفكره، وهذا طبعا هذا وهذا معمول له، وهذا معمول له، وهذا بدي اعمل له رو ويت، وهذا بدي اعمل له برضه رو ويت. ليش عملت الحركة هذه؟ عشان اخليه يتوزع على كل الشاشة. بنيجي بنعمل كولوم ويت، نبحث عن خاصية الكولوم ويت، كل العناصر بدي اعملها كولوم ويت ورو ويت. طيب هذا معمول له، هذا بدي اعمل له الكولوم ويت، بده كل سبان؟ لا، كولوم ويت. ليش؟ نفس الخلية بس بدي اوسعها. كولوم ويت واحد، لاحظ ايش بصير؟ قاعد بيوزع العناصر. لما تعمل للتاني ويت هيقسم المساحة بينه وبين هذا، فهتصير هتصير العناصر تترتب لحالها على الشاشة. طيب هنا كولوم ويت برضه واحد، وهنا كولوم ويت واحد. انت ما دمجتش، انت قاعد بتوزع العناصر. كولوم ويت واحد ماشي، ونختار لهذه كولوم ويت واحد، وين راحت؟ راحت فوق. ونختار لهذه كولوم ويت واحد، ونختار لهذه كولوم ويت واحد، رجعوا العناصر زي ما هم. لانك لما اخترت ويت اخفاهم من هنا او ما بينوا معك، لانه هدول لسه ما كانش معمول لهم ويت. لما تعمل لهدول كولوم ويت برضه هيظهروا هدول، ولكن لما انت عملت لهدول ما كانش معمول لهدول. الان الشكل اللي موجود امامي هو نفس الشكل اللي موجود هنا يا عزيزي، صح ولا لا؟ نفس الاشي، بنفس البادنج، بنفس المارجن. بنروح بنغير الخلفيات، بنفوت على التصميم وبنروح بنغير لون الخلفيه. بنفوت هنا ايش في لون خلفيه مثلا، نختار هنا اللون الاخضر، نغير الخلفيات اللي عندنا. طبعا الصوره هنا مبينه انه دقتها تعبانه، انت بتاخد صوره زي ما بدك، تحكم فيها زي ما بدك، بتضيف الصوره اللي بدك اياها على البرنامج. بس خلينا نظبطه عشان يطلع معنا شكل نوعا ما لطيف، مع انه الصورة مخربة الدنيا كلها، بس يلا بدنا نمشي. وبعد هيك نشوف لنا لون حلو، مثلا هذا اللون اخذناه، هذا اللون ايش اللون اللي اخذناه؟ هذا اللون مثلا، هذا وناخد اللون مثلا هذا. الآن شايف كيف ترتبت الشاشة عندك؟ توزعت العناصر بشكل منسق زي ما أنا بدي.